كويسه جدا 14 لقاء فاز في 8 لقاءات وتعادل و تعادل 3 وخسر 3 لقاءات كان المقاولين خسر من سموحه وخسر من الزمالك وادي دجله ادي مره ثانيه ما مشيتش معاك كوره كده محمد سالم تروح مرة تانية من لمسة واحدة حسام عبد العال كريم مصطفى علي فتحي الضغط عليه كده من بدري واحد ضد واحد بدأ يروح لواحد واثنين عايزين يقفلوا عليه من بدري كده كابتن فريق مولين العرب علي فتحي عشان يقفلوا عليه العرضيات لأنه مميز جدا ورجليه ما شاء الله قوية جدا علي فتحي في التسديد على المرمى رمي التماس بابا أركو لسه لغاية دلوقتي وإحنا بنلعب في 16 دقيقة عاملين حساب بابا أركو كويس جدا أدي العرضية على حدود خط 18 حلوة حلوة حلوة, حلوة. لسه بقول لسه بقول بابا اركو بدا يظهر قدامنا بعد دقيقه ايه في الدقيقه 16 بابا اركو بيجيب جول اول وادي تهنئه الجهاز الفني محمد عوده رايح بقى للمعلم الكابتن حسن شحاته طبعا هدف هدف هيريح اعصاب الجهاز الفني للمقاول العرب بابا اركو بيحرز هدف اول في الدقيقه 16 هدف اول مفيش كلام هيحل اللقاء ادي هنا طبعا رد فعل الكابتن نهاب جلال يفرق كتير جدا 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 السنده دي هي الجول كان واخدها لنفسه محمد سالم لكن مشيت معاه الكره والراجل هنا خدع مصطفى كمال على اساس ان كان هيحطها في الزاويه البعيده لكن بيخدع مصطفى كمال حطها له في الزاويه الضيقه اي حد هنا في المكان ده هيلعبها في الزاويه البعيده ببطن رجليه لكن يتقدم المقاولون العرب بهدف في الدقيقه 16 فرحه حسن شاهين لاعب منتخب الاولمبي نجم منتخبنا الاولمبي مع الكابتن حسام البدري حارس المرمى البديل مع ال... بكل قوه مودي الراجل مش سايب الراجل يتهنى على اي كوره ادي مره تانية العرضيه احمد السيد جوه ال 18 لسه فيها خطوره السيد حمدي واحد ضد واحد فيها خطوره وهدف التعادل هدف التعادل في الدقيقه الثالثه هدف التعادل في الدقيقه الثالثه لمصلحه مصر المقصه عمرو بركات هدف في توقيت قاتل جدا جدا في الدقيقه الثالثه عمرو بركات بيتعادل لمصر المقصة في الدقيقة 93 في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع هذه العادة مرة تانية اتعملت هنا سندها له وائل فراج لمسها كده بدماغه السيد حمدي وعملها مرة تانية بعرض الملعب عرضية كده لبره ال 18 السيد حمدي ادي هنا محمد شوقي راح ضغط الراجل عليه لكن سيد السيد ح... حمدي في مساحه ضيقه جدا عملها حلوه حلوه خدها من مره واحده فريست تايم كده عمرو بركات حطها بوش رجليه على شمال ابو سعود ما يقدرش يعمل لها اي حاجه عشان يتعادل مصر المقصه في الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدل الضائع واحد واحد مره تانيه ناحيه اليمين بركات بركات البينيه تسديده جول 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 هدف في الدقيقه التانية في الدقيقه ايه ده في الدقيقه الرابعه من الوقت المحتسب بدل الضائع مش ممكن على كره القدم يا جماعه مش ممكن على كره القدم في الدقيقه 94 ايه في الدقيقه الرابعه بيحرز هدف تاني هنشوف مين بقى وائل الفراج ولا مين هدف ثاني لمصلحه مصر المقصه بقول لكم وائل الفراج بيرفع رصيده لتسع تجوال وائل فراج بيحرز هدف تاني عشان يتقدم فريق مصر المقصه في الدقيقه الرابعه من الوقت المحتسب بدل الضاع ادي العاده مره تانيه بقول لكم بركات لعيب كويس جدا جدا قدر يستغل النقص العددي ادي حسين رجب والله اللي احرز الهدف حسين رجب مش ممكن يا جماعه على الكوره مش ممكن على كره القدم وحلاوه كره القدم بيتقدم مصر المقصه